كنموذج نموذج في كل المجالات الصناعية، وخاصة في شعبة الكهرباء، وخاصة في تطوير الصناعة، اللوائح الكهروضوئية، المحطات التي سوف تنجز عبر ولاية الجنوب، الولايات المجاورة لولاية ورقلة. وهذا المصنع يلبي تقريبا 40% من المنتوج المحلي. ولاية واعدة، ما تسخره من مقومات صناعية ومن عقار صناعي ومن استثمارات مسجلة. اليوم الحمد لله ما تم تجسيده من مناطق مصغرة ذات نشاط يدخل في إطار المؤسسات المصغرة، وفي إطار مرافقة الدولة من تمويل وكذلك حتى ضمانات.